عادت عليكم مشاهدينا ومكملين هالسهرة الجميلة عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. ومعنا الحين لقاء الإعلامي الزميل سعد الخلف. يا هلا ومرحبا فيك، نورتنا ونقول لك مبارك عليك الشهر. علينا وعليك وعلى أخواننا المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله يعني رمضان كريم على الجميع، وتقبل الله طاعة الجميع إن شاء الله. وأنا سعيد جدا أني أكون معك ومع زميلي عبد الرحمن، وهذا شرف لي بقيادة زميلنا المخرج محمد حسين المطيب. عبد الرحمن شرف لنا أكيد أستاذ، وكل عام وأنتم بخير، وتعود يا رب في كل خير وصحة وسلامة. آمين يا رب. يمكن رمضان ما يحلى اليوم إلا بشوفة مدفع الإفطار على حزة أذان المغرب. كل تلفزيون في الكويت إذا مو حاط مدفع الإفطار يعني ما يعتبر اكتملت فرحة الإفطار، نقدر نقول إلا بشوفة مدفع الإفطار وسماع المدفع والمسابقات الجميلة اللي تجريها. وتعودنا في كل سنة يكون في قصر نايف، إلا السنوات الماضية كان في بيت العثمان. فودنا نتكلم عن هذا البرنامج المميز وشنو مقدم السنة. يعني مثل ما قلت، يعني برنامج مدفع الإفطار هو برنامج دائما أصبح جزء من تاريخ تلفزيون الكويت، من خلال دائما برنامج مناسبات يعني في شهر رمضان المبارك. في السابق كان في مثل ما قلتوا في قصر نايف، حاليا من كورونا للحين شفنا مكان حلو وجميل، يعني صار فيه تعاون ما بين إدارة بيت العثمان يعني من خلال الأخ أنور الرفاعي، وأيضا من خلال الأستاذ الزميل ترك المطير الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون. استمر هذا التعاون للسنة الثالثة على التوالي. الناس شافوا مكان حلو وجميل، يعني فريج كويتي يتناسب مع يعني شهر رمضان والربع ساعة والعشر دقائق اللي ما بين الصيام وما بين الأفطار. فلقينا هالمكان هذا وهالتعاون هذا واستمر. ولكن هالسنة يعني موجود، يعني راح يكون بيت العثمان هو الأسئلة والمسابقات، سواء الاتصالات هاتفية أو الناس اللي يحضرون، بالإضافة إلى أنه بيت قصر نايف راح يكون حق المدفع والأذان، والجمهور بإمكانه يعني يتواجد هناك إن شاء الله. على طاري يمعت الجمهور، الناس تعنا لكم فيكم، توزعون جوائز حلوة وجوائز مالية صراحة جميلة، وأيضا جوائز غير نقدية، الجوائز صراحة جدا قيمة ونيسة نشوف يمعت اليهال وملبسين عيالهم ومتعنين حزت قبل الفطور وما بقى شيء على الفطور. يمكن ارتبط اسم الإعلامي سعد الخلف مع مدفع الإفطار، يمكن قمنا على مدى السنين نشوفه. كلمنا عن هذا الشعور ان اسمك كإعلامي مرتبط بمدفع الإفطار. والله هذا يعني ثقة من يعني من المسؤولين في تلفزيون الكويت، وانا يعني برجع الفضل الى اهله يعني حقيقة. يعني الاستاذ ترك المطير الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون وهو اللي قاعد يدعمني ويصر ان سعد يكون في برنامج مدفع الإفطار. عشان كذي يعني استمرينا وصار هالاسم هذا يعني ارتبط، يعني حتى يعني قبل رمضان بيومين ثلاثة أو أسبوع تشوف أي واحد بالشارع يقول إن شاء الله المدفع هالسنة موجودين. فمثل ما قلتوا يعني صار عملية ارتباط، وهذا يعني شيء شرفي يعني لكل إنسان إعلامي أن اسمه يرتبط مع شعار تلفزيون الكويت. هذا يعني شيء واحد يفتخر فيه. هذا اللقاء مجهزي لك سؤال مسمينه سؤال المليون، لأن أنا قبل يعني أتشرف في مقابلتك وقبل أصير مذيع لأهل كل رمضان على حزة الفطور يسألون السؤال المعتاد. صح أستاذ سعد الخلف وين تفطر؟ نحاكيك والله شوف يعني احنا قاعدين مجابلين التلفزيون يمكن الكويت كلها تلقى مجابلين ناطرين الفطور، واحنا قاعدين يعني يمكن نصف الطاولة، احنا البنات نصف الطاولة. صح اكيد والله نفكر فيك نقول وين يفطر. تقولك والله هو شوف وين تفطر؟ لازم يصورون لنا عقب لازم تفطر على تمرة ولا سيدة الدش. والله شوف هو لان المذيع دائما هو هذا، يعني مثلا انا احنا فريق العمل اكثر من 35 الى 40 يعني شخص موجود وكلهم ما يتفطرون عندهم، لكن المذيع يعني هو اللي بالوي فيعتقدون الناس انه هو الوحيد ما يتفطر، ولكن يعني فريق العمل يعني كل متواجد قبل ساعتين ثلاث في البرنامج. هو يعني هذه الشغله قالها يعني واحد، يعني اذكر قبل ممكن مده طويله يعني شخص كتبها بتويتر قال هذا اللي ما يتفطر عنده، لو ما كان عنده يعني متابعين فاخذها واحد راح
حساب وحطها عنده. فانتشرت السالفه انه ما يتفطر مع اهله، لكن جميع الزملاء اللي معاي كلهم ما قاعد يتفطرون. كثير اليوم من الوظائف انسى في الكويت اللي ما يتفطرون مع اهلهم، و24 ساعه موجودين، واهمهم يمكن رجال الداخليه والاطفاء وغيرهم من جهات الدوله موجودين اليوم على قمه الاستعداد، وايضا ما يتفطرون مع اهلهم. وكل هذا اكيد لسلامه المجتمع والاستمتاع كذلك ايضا. لا ننسى رجال الاعلام اليوم في تقديم هذه الرساله الممتازه قبل الفطور، افضل وقت يمكن الواحد يوصل ترفيه او قيمه. الناس ما لها خلق ها قبل هذا، فتستمتع اليوم بمتابعه الناس. الوقت يمر بسرعه قبل الفطور. صح، هو دائما يعني صح. بعد انت حمس في حماس ما شاء الله عليك، اسلوبك في حماس، تلقانا احنا بدال لا نقعد ننطر يلا ومتى ياذن، صفينا الطاوله خلصنا نشارك معاك نجاوب قبل. صح، في راح تصير مشاركات هالسنه. يعني احنا من يوم ما رحنا بيت العثمان شفنا ان في ناس لهم خلق يطلعون قبل الفطور، في ناس لا يحب هو قاعد في البيت. فاحنا قلنا يعني انك ترضي طرفين، في ناس اتصالات هاتفيه وفي ناس راح يجون. ولكن بالنهايه جديده صح، يعني ما صارت من قبل اتصالات، لا احنا للسنه الثانيه على التوالي في الاتصالات مستمرين فيها. شفنا الناس يعني يبون هالشغله هذه. وبعض المرات يعني الناس بعض المرات تشوفهم يقولون ليش ما تسقطونهم، يعني ليش ما تقول اجابتك غلط؟ إيه يعني بالضبط هذا السؤال اللي بقول لك اياه. احيانا يعني واضح ان الضيف او ان المتصل ما يعرف الاجابه، وانت تساعده وايد. احنا تساعد حليو هو المشكله هو برنامج يعني شهر رمضان شهر خير، واحد داق تلقاهم يعني نحط ببالنا اذا قلنا له مثلا غلط ما نبي مثلا انه والله، خاصه اذا حضر واحد مثلا تلقى عياله معاه، ما نبي مثلا ان عياله اللي معاه والله انت اجابتك غلط ويايبهم بهالحر وشغلات كذا. يعني ودنا مثلا شهر خير ان الكل يستانس، يعني ما في واحد اتصل علينا ولا حضر الا اعطينا الجائزه. فعلا يعني في ناس قاعد يقولوا لنا يعني خلاص ما جاوب صح، لكن احنا نحط ببالنا انه يعني برنامج خفيف، يعني مو الهدف الاساسي انك انت يعني لازم تجاوب، ممكن عن طريق نوصل المعلومه، لانه هو بالنهايه يعني البرنامج خفيف جدا، يعني 10 دقائق يعني ربع ساعه، يعني ما تسوى انك تسقط واحد تقول اجابتك خاطئه. يعني والله يعني الهدف اكيد نشر المعلومه وتثقيف الناس. صح، واللي تابع الاستاذ سعد ترى بالانستغرام قاعد ينزل هالايام لقاءات قديمه والواحد صح والواحد يعني صدق يستمتع باسترجاع هذه الذكريات مع تلفزيون الكويت. أكيد سنوات طويله يعني، وان شاء الله يعني هالسنه في بيت العثمان اللي هو يعتبر معلم من معالم الكويت التاريخيه، اللي يحتوي العديد من القطع الفنيه وعرض تاريخي لتراث الكويت، ان شاء الله يكون يعني هذه السنه يعني مميز وغير عن باقي السنين. اكيد يعني الزملاء في الاعداد يعني اللي معانا احنا، يعني البرنامج هالسنه الاشراف زميلنا طلال السبيعي واخراج محمد بولند، وزميلنا يعني زملائنا المعدين يمكن زميلنا الموجود معانا هنا نايف النعمه وسلطان الميموني والدكتور عبد العزيز الشنان وايضا عبد العزيز الفضلي والعديد من الزملاء صراحه في مختلف التخصصات، نوجه لهم تحيه وقاعدين يعني يشتغلون على البرنامج بحيث انه يعني نجسد يعني ثقة المسؤولين على الشاشة، وهم يعني من زمان يشتغلون بالبرنامج وعارفين يعني شنو طبيعة البرنامج. البرنامج يعني ترى يعني جدا سهل، انا قاعد اقول حق الناس يعني ما يحتاج كل هالتوتر اللي مثل المشاهد ولا يتصل ولا سقطة، يعني اخر كل 10 دقائق يعني حبيا ما يحتاج. سولفنا عن سعد الخلف الاعلامي شنو يسوي عقب البرنامج، نعرف طقوسك قبل، متى توصل، متى تروح هناك، قبل ساعة ساعتين؟ والله احنا دائما يعني الزملاء ما شاء الله عليهم، يعني احنا قبل يعني كل فريق العمل يكون متواجد قبلها يعني اقل شيء ساعتين يكون متواجدين، نعرف اليوم والله مثلا ينا زميلنا المخرج محمد بولند يقول والله يعني عادة دائما يعني بعد صلاة العصر 3:30 مثلا احنا موجودين، يبدا والله ترى مثلا والله المذيعين الحين موجودين بهالمكان هذا، يعلمك مثلا الطريقة وين يعني التحرك فيها، شلون راح نسوي، شلون راح هذا، الزملاء المعدين نقعد معاهم نتناقش بالاسئله وشنو هذا، يعني هل في بعضها يعني لازم السؤال يكون يعني يتناسب مع هالفتره هذا اللي قبل الفطور. حتى المذيع يعني المفروض ما ياخذ راحته يعني بهالفتره هذه، لانه يمكن بعد الفطور ياخذ راحته، لكن بهالفتره هذه يعني حتى الغشمره الزايده وعلى اللزوم والاذان باقي له 5 دقائق، يعني لازم الواحد يعمل كنترول على الكل. صحيح.
فولها الحمد يعني استمر البرنامج لنا عفوي يعني من, نعم. من فريق العمل بالكامل يعني. يمكن احنا اليوم دامك معانا الليله وقاعد يتابعون مشاهدينا عبر شاشه تلفزيون الكويت سهره جميله. عطنا سؤال من اسئله اول يوم لا تقول ما عديتوها للحين. لا 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 والله قبل يومين نايف طرش لي لكن ما يطرح يطرح على بالي سؤال يعني دائما يقولون والله الكذب يعني حبله قصير هذه لا قصة يعني شنو يعني ليش قالوا يعني الكذب حبله قصير؟ في واحد ثاني الحق الكذاب لباب بيتهم ها الحق الكذاب احنا نبي نصيد الجائزة اي لا لازم تتابعونا اول يوم ليش حبله قصير ليش الكذب حبله قصير مشاهدينا ليش الكذب حبله قصير وشاركوا اول يوم وان شاء الله الجائزه عند الاعلامي سعد ان شاء الله يعني هو في بعض مرات يعني شغلات احنا نتعامل معها بشكل يومي يعني فلان يعني يقول والله الطاسه ضايعه زين شنو ايش سالفه الطاسه هذه يعني في شغلات يعني امثال مثل ما يعرف الصقر يشوي تلقى الواحد لو يدش على جوجل يعرف انه يعني ليش اختاروا يعني يعني الصقر ليش مو طير ثاني فتلقى مثلا هالمعلومات هذا اللي احنا قاعد نتعامل معها بشكل يومي نعم. ولكن ما نعرف يعني اصلها لكن الحمد لله الحين جوجل مجرد ما تكتب على طول تمشي الامور عساك على القوه يا رب يعني مدفع الافطار مشاهدينا برنامج ثقافي ترفيهي تعرفونه ويعرفكم البرنامج وكلنا نستمتع في متابعته لانه قاعد ينقل لنا اجواء رمضان قبل الفطور يعني ودائما سبحان الله وقت الفطور ها التلفزيون لازم موجود لا ننطر ننطر الاذان ننطر يقول الله منو قبل من اليد القبل برا ولا من التلفزيون قبل صح دائما كذي يصير لا فطرت لا اكل لا لا لا, لا انت فاطر اليوم عيده مع التلفزيون ولا مع المسجد سوي الحين البث يتاخر عاد تقول لهم البث يتاخر شويه لا امشوا على المسجد المسجد يعني اللي بالبيت امن يعني اكثر تاكيدا يعني لكن يعني أنا شاكر لكم جدا على الاستضافة هذه والله أعطيكم الصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير وتحياتنا لفريق العمل بالكامل بقيادة زميلنا أبو عبد الرحمن محمد حسين المطيري وفريق العمل اللي موجود معنا أنا لي الشرف جدا أني أكون معاكم اليوم احنا اللي الشرف بالفعل باستضافتك واستضافة أيضا الأخوة الزملاء الإعلاميين اللي يقدمون اليوم أكيد. مجموعة كبيرة من البرامج الجميلة اللي شرف تثري الإعلام العربي من خلال شاشة التلفزيون أكيد يعني إن شاء الله وعادت عليكم إن شاء الله اللهم آمين شكرا لك مشاهدينا بعد الفاصل نكمل معاكم برنامج سهرة جميلة من عمر وأنا معاكم في مدفع الإفطار هالسنة رمضان 2023 اللي قاعد ببيتهم هم راح يشارك معانا بالاتصالات الهاتفية واللي يحب يزورنا في متحف بيت العثمان نعطي سؤال خفيف وجوائز مقدمة من وزارة الإعلام والشركات اللي مشاركة معانا احنا ما زلنا معاكم جاهز في متحف بيت العثمان وارمي في قصر نايف مدفع الإفطار تشوفونه في الأوقات التالية